انا الا كنت راني سبرست غادي نخشلو غادي يدير النشاط والله حتى يديرو واللي بغى بغى اللي كره كره. انا كنمثل هنا الساكنه، انا اللي ساكن في الدريوش، انا اللي ولد الدريوش، غادي نخشلو ابا من ابا وكاره من كاره. واخا السيد العامل غادي يتحدى في هذه النقطه هذه باش نجي تجي جمعيه ديال النشاط ونرفض لها ونقول لك السلطه ما بغاتش. مستحيل تكون السيد الرئيس، انا كنمثل الساكنه، وانا كنمثل الساكنه، انا غادي نرخص له ابا من ابا وكاره من كاره. علاش السيد مشى للميدان ودار نشاط؟ جاوبني على هاد النقطه، ما تقوليش انا راسلت ولا ما راسلتش. واخا راسلتي المراسله لا تكفي، المراسله لا تكفي، انت رئيس تمثل ساكنه المدينه وتحمل المسؤوليه ديالك فيها. سي نجاوبك اخي الكريم، شوف راه ماشي